تحية طيبة وأهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية من قناة العيون والتي نبدأها بأبرز العناوين. النسخة الأولى من فعاليات المعرض الجهوي للفلاحة المنظم تحت شعار المعرض الجهوي للفلاحة فرصة لتبادل التجارب والخبرات. واختتام أشغال الدورة 19 للأيام الطبية التي تنظمها جمعية أطباء وصيادلة جليميم على مدى 3 أيام. وببوجدور نعرض اجتماع تواصلي لتدارس مختلف حاجيات الإقليم من المواد التمويلية مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. مرحبا بكم مجددا. البداية من الداخلة التي انطلقت بها صباح اليوم النسخة الأولى من فعاليات المعرض الجهوي للفلاحة المنظم تحت شعار المعرض الجهوي للفلاحة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإبراز مكانة الفلاحة في المخطط التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية. المعرض الذي عرف مشاركة دولية واسعة سيشكل فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب الدولية في المجال الفلاحي. المزيد مع بكار ديمي ومحمد يداس. تحت شعار المعرض الجهوي للفلاحة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإبراز مكانة الفلاحة في المخطط التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وبمشاركة وطنية والدولية، افتتح المعرض الجهوي الأول للفلاحة لجهة الداخلة وادي الذهب، واللي هو احتضن مجموعة من الشركات أجنبية أوروبية وآسيوية وإفريقية بما في ذلك السودان والسعودية والهنغاريا وبولونيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك شركات وطنية وازنة وشركات محلية منتجة مستثمرة في المجال الفلاحي. مرة أخرى الدخلة كتبين الجدارة ديالها والاستحقاق أنها قادة تنظم معارض بكل أنواع ديالها، وكما شفتوا المعرض الفلاحي هذا الأول اللي الحمد لله ناجح بامتياز. وبهذه المناسبة كنطلبوا من السيد الوزير الفلاحة اللي هو وزير الصيد البحري باش يحاول ذاك المعرض ديال الأريوتس اللي كيدار في أكادير يدار لنا هنا في الدخلة، نظرا لأن المنتوج اللي كيتعرض في أكادير كله كيصطاد في المناطق الجنوبية. احنا اليوم حاضرين بمدينة الداخلة للاطلاع على المشاريع الفلاحية وعلى الاستثمار الذي يمكن أن يقدمه مجلس رجال الأعمال السعودي المغربي، وذلك ثقة منا بأن المعرض الأول الدولي للفلاحة بمدينة الداخلة سيكون إن شاء الله بصفوة المعارض الوطنية والدولية. كما تعرفوا المنطقة فيها فلاحة جد مهمة، وهذه الفلاحة معروفة عالميا ومادتها كتمشي للسوق الأوروبي، وفيها تربية المواشي، وهذا حتى هو سوق جد مهم وكبير. كما تعرفوا هو ناجح، معرض ناجح، ولكن احنا كنطالبوا من هذا المعرض عن مستقبلا السيد وزير الفلاحة والصيد البحري باش مشروع اليوتيس اللي كما تعرفوا هو دار كل سنة كل سنتين أو 3 سنوات يكون في أكادير. كما تعرفوا احنا بغيناه يعود في الداخل. علاش في الداخل؟ السبب الأول هو لجميع المنتوج اللي كيتعرض في أليوتيس هو جاي من المناطق الجنوبية، وهذا يعطي واحد الدفعة للمناطق الجنوبية باش يعود ذاك المعرض يعود يدار في جهة الداخلة. المعرض يعد فرصة حقيقية للمنتسبين للغرفة لتبادل التجارب الناجحة في مجال الفلاحة، بالإضافة إلى كونه فرصة أيضا للساكنة للتعرف على المنتجات الفلاحية الوطنية والدولية من خلال الأروقة الخاصة بالمنتجات المجالية وبعض الشركات المتخصصة في الصناعة الفلاحية. جينا نعرضوا منتوجاتنا اللي هما احنا عبارة عن شركة تنتج طاقة نظيفة من خلال الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية اللي كيف ما تعرفوا جميع ركتيها عاد مطلوبة سواء في جميع المجالات، حتى في مجال الفلاحة بإمكانك أنك تستعمل طاقة شمسية ولا طاقة ريحية نظيفة باش تنتج الكهرباء المساعدة على ضخ المياه من الآبار الفلاحة الأراضي الفلاحية. نجيبوا الإخوان الفلاحة هنايا في هذه المنطقة الغالية علينا جوج المنتوجات. المنتوج الأولاني هو عبارة عن أدوية فلاحية من عصارة ديال النباتات العطرية
والطبية لمعالجة بعض الآفات الحشرات والأمراض اللي كتصيب الغلات والمنتوجات الفلاحية. وجبنا واحد المنتوج آخر سويسري اللي هو عبارة عن واحد الآلة واحد لاباراي اللي كتساعد على كتنقص الملوحة في التربة. النسخة الأولى من المعرض الشهوي للفلاحة عرفت مشاركة دولية وازنة من عدد من الدول العربية والأجنبية التي حضرت بقوة للمشاركة في هذا المعرض والذي سيساهم في إنعاش القطاع الفلاحي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وإن شاء الله أن احنا نستفيد من خلال المعرض هذا والفعاليات المقامة فيه، سواء تبادل خبرات في المجال الزراعي والبحث عن فرص مناسبة تخدم الاستثمار في البلدين. ويسعدنا ويشرفنا نكون من ضمن أو أعضاء أو ضيوف شرف في المهرجان هذا. traído productos para el envasado de tomates, pepinos y todo el tema frutícola, así como para el montaje de invernaderos, plástico de polietileno, polipropileno y rafia. المعرض الجهوي الذي يساهم في إبراز مكانة الفلاحة ضمن مخطط التنمية للأقاليم الجنوبية يعد فرصة لتبادل العديد من التجارب والخبرات بين المشاركين، وسيفتح أبوابه للزوار خلال 3 أيام لتمكينهم من الاطلاع على أهم التجارب الفلاحية الناجحة. النسخة الأولى من هذا المعرض عرفت التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة التي تهم الفلاحة التضامنية بالجهة. وفي السياق ذاته أشرف والي جهة الدخلة وادي الذهب رفقة عامل إقليم أوسرد وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين على هامش المعرض الجهوي للفلاحة بالدخلة الافتتاح الرسمي لمقر غرفة الفلاحة لجهة الدخلة وادي الذهب. المشروع الذي كلف إنجازه 13 مليون درهم يضم 17 مكتبا وقاعات للاجتماعات والمحاضرات وتهيئة المحيط الخارجي، كما يهدف إلى عصرنة المرافق الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة من طرف مصالح الغرفة الفلاحية وتحسين ظروف عمل الموظفين. في الشأن الطبي اختتمت أشغال الدورة 19 للأيام الطبية التي تنظمها جمعية أطباء وصيادلة جليميم على مدى 3 أيام، تظاهرة تعقد بشراكة مع ولاية جهة جليميم ونون والمديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة بدعم من مجلس مدينة جليميم والمجلس الإقليمي. تفاصيل أكثر في متابعة لحافظ محضار ومحمد فاضل عبيد. التكوين المستمر دعامة أساسية للنهوض بقطاع الصحة شعار يؤطر هذه الدورة 19 من الأيام الطبية التي تتوخى غناء الرصيد العلمي والمعرفي لكافة الأطر الطبية في القطاعين العام والخاص. دورة ارتكز موضوعها الافتتاحي على الجانب القانوني للشواهد الطبية لكثرة أنواع هذه الشواهد وما يترتب عن الإدلاء بها من نتائج. باقي المداخلات تتمحور حول المستجدات العلمية والمعرفية ذات الصلة بالقطاع الطبي. هذه الأيام الطبية اللي كنظموها بصفة دورية، الهدف ديالها هو التكوين المستمر لأطر طبية من أطباء عامون اختصاصيون، جراح الأسنان، صيادلة، سواء في القطاع العام أو الخاص. والهدف ديالها أولا وقبل كل شيء هو التكوين المستمر. نحن كصيادلة وبموازاة مع الأطباء في إطار التكوين المستمر ولدراسة المستجدات الطبية خدمة للمواطن. التكوين المستمر هو رافعة للنمو بالقدرات العلمية للأطباء والعاملين في قطاع الصحة بصفة عامة، وهو رافعة أيضا لتنمية القدرات المهنية خدمة لصحة المواطن. هنا في كتكمل الأهمية ديال بحال هاد اللقاءات هادو. على مدى 3 أيام إذن تتواصل وأشغال هذه الفعاليات الطبية التي تقارب مستجدات متصلة على العموم بطب أمراض وشراحة العيون والمسالك البولية والمستعجلات الطبية ومرض القلب والشرايين وأمراض الجلد. بهدف دعم حفاظ كتاب الله عز وجل
في مجال تجويد القرآن الكريم وكسائر الأقاليم الجنوبية أجريت مسابقات حفظ القرآن الكريم الخاصة بأقاليم الداخلة وأوسرد، وهي المسابقة التي تنظمها قناة العيون وبتنسيق مع المجالس العلمية المحلية للأقاليم الجنوبية، وذلك تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس محمد المصطفى خية وطاقم القناة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله بهدف التشجيع على العناية بكتاب الله عز وجل في أوساط المتعلمين وغرس حب القرآن الكريم في نفوسهم واكتشاف الأصوات الواعدة في هذا الميدان التي يزخر بها إقليم الداخلة، تجرى هذه المسابقة القرآنية برحاب مسجد السلام. وتهدف هذه المسابقة التي تشهدها مدينة الداخلة كسائر مدن وأقاليم الجهات الجنوبية للمملكة لتطوير الحصيلة اللغوية لدى المتعلمين وتحسين أدائهم في مهارة القراءة. الفائز في هذه المسابقة من صفة حفظ القرآن الكريم كاملا، أولا أشكر الله عز وجل الذي وفقني في للفوز في هذه المسابقة، وأشكر قناة العيون على هذه المجهود الجبار الذي أبدلوه في هذه المسابقة. أشكر الله الذي وفقني في هذه المسابقة، وأشكر قناة العيون المنظمة لهذه المسابقة، وأشكر والدي العزيزين الذين حفظاني القرآن، وأتمنى من الله التوفيق للجميع. اليوم أمام لجنة التحكيم قرأت أصوات طيبة رائعة جدا أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى، كل حسب ما تقدم فيه. استمعت اللجنة إلى قراءات رائعة، استطعنا والحمد لله أن ننفتح على قراء جدد. عرض المجلس العلمي هذه السنة وجوها جديدة في إطار تمكينه للقرآن الكريم وسط الطلبة والطالبات. الحمد لله تبارك وتعالى على هذه النتائج المشرفة اليوم. صراحة هؤلاء العشرة الذين قرأوا أمام اللجنة كلهم كانوا متفوقين جدا. وبمسجد حي القسم بالداخل وفي أجواء روحانية أجريت أيضا المسابقة القرآنية الخاصة بإقليم أوسرد. شبان وشابات في مقتبل العمر تنافسوا في هذه المسابقة الرامية لتشجيع النشء على حفظ كتاب الله عز وجل وإتقان قواعد التجويد. الحمد لله الذي وفقني إلى النجاح في هذه المباراة التي هي مباراة تجويد القرآن الكريم، وفي الأساس أنني فزت بالمرتبة الأولى في حفظ الخامسة، يعني خامسة أفما يعلم. وأشكر كذلك جميع يعني الفقهاء الذين تكلفوا بهذا الأمر وساهموا معنا يعني ويسروا الأمور ولله الحمد. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لأن فزت بالمركز الأول، وأتمنى من الله التوفيق وأن أشرف الأقاليم الجنوبية أفضل تشريف في الإقصائيات أو في النهائيات التي ستجرى بمدينة العيون إن شاء الله تعالى. أشكر على جميع الفاعلين وجميع الصاهرين على هذه القناة التي تسعى إلى تشجيع المواهب في حفظ القرآن الكريم وتجويده. والتي ستمثل هي مسابقات قرآنية تنظم سنويا وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل من لدن قناة العيون وبالتنسيق مع المجالس العلمية المحلية للأقاليم الجنوبية في خطوة تروم إبراز المواهب القرآنية ودعم حفظة كتاب الله عز وجل. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وكذا تعليمات وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، عقد بمقر قاعة الاجتماعات بعمالة بوجدور اجتماع تواصلي تحسيسي بحضور مسؤولين للعمالة ضمن العمالة ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجالس المنتخبة، قصد إطلاع الحضور على الترتيبات المتخذة مركزيا من أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية بجميع المنتجات الغذائية. في المتابعة بريغين العروسي ومحمد شارع. احتضنت عمالة إقليم بوجدور هذا الاجتماع التحسيسي لتصدير برنامج مكثف ويومي للمراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، قصد التتبع المستمر لحالة التموين وتدخل في حالة تسجيل أي نقص في المواد المطلوبة ولضمان تموين عادل للسوق المحلي بجميع السلع والمواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان الفضيل.
هذا الاجتماع تيجي في إطار تحضير لتقييم الوضعية الحالية المرتقبة لشهر رمضان المبارك. وبالفعل قامت المندوبية بعدة جولات لدى التجار ديال المدينة. اتضح من خلال هذه الجولات أن الإقليم ممون تموينا عاديا منتظما بكل السلع التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر المبارك، خاصة السكر والزبدة والدقيق والعسل والتمور. إطلاع الحضور والمصالح الخارجية خصوصا على الترتيبات المتخذة مركزيا من أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية بجميع المنتجات الغذائية. ثانيا من أجل الوقوف على وضعية السوق المحلية ومدى تموينها بمختلف المواد الغذائية. وفي النقطة الثالثة هو تحسيس كل المصالح المعنية بضرورة تشديد المراقبة. وفي ختام هذا الاجتماع تم التأكيد على ضرورة انخراط كل الأجهزة المكلفة بالمراقبة لتتبع وضعية التموين وكذا محاربة كل أنواع المضاربة، والهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك. تربويا وفي إطار أنشطتها الاقتصادية والتربوية، نظمت جمعية الشراع للتنمية بالعيون حفلا لتوزيع الجوائز على المتفوقين ضمن نادي اللغة الفرنسية بالثانوية الإعدادية علال بن عبد الله، بالإضافة إلى تقديم جوائز تقديرية لفاعلين في مجال التعليم بالعيون. في المتابعة محمد الفيرس وبجمع الزاوي. تكريم خاص للمتفوقين في لغة موليير بالثانوية الإعدادية علال بن عبد الله بالعيون، التفاتة تعكس مدى حرص المسؤولين التربويين على تشجيع التلاميذ على الاهتمام باللغات الأجنبية وحثهم على اكتسابها انسجاما مع مقتضيات دستور سنة 2011 وتماشيا مع متطلبات السوق وضرورة الانفتاح على الثقافات العالمية. وانا من المتفوقين ديال كلوب ليكتور، وكنشكر استاذ داودي والجمعيات كلهم اللي نظموا لنا هذه الحفله اليوم. ها المتفوقين اللي احنا نميزوهم بجوائز عرفانا لخدماتهم وعرفانا لجديتهم في العام كامل، كما اننا اللي اصررنا هذا العام على ان نكرم المدرسه العموميه بصفه عامه والفاعلين في المدرسه العموميه من اسره وأساتذة ومجتمع مدني ومجتمع مدني اقتصادي وكل المتدخلين في المدرسة العمومية بصفة عامة. تكريم آخر قدم لرجل تعليم قضى ما يقارب من 4 عقود في التدريس والتعليم بالسلك الابتدائي. التحقت بالعمل بهذا الإقليم العزيز سنة 1977 بالضبط بقرية الشاطئ، حيث قضيت زهاء 4 سنوات و3 أشهر، ولكن على مرحلتين، المرحلة الأولى من 77 إلى 79 والمرحلة الثانية من 85 إلى 87. ومن منذ ذلك التاريخ وأنا أشتغل بمدرسة خالد الوليد إلى يومنا هذا. تشجيع التلاميذ على الاهتمام باللغات الأجنبية ليست مسؤولية الجهات التربوية فقط، بل لا بد من إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين من أجل التحسيس بأهمية تعلم اللغات الأجنبية وتدريسها للنشأ. في بلاغ توصلت القناة بنسخة منه، أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه سيتم تقديم مواقيت رحلاتها الجوية بساعة عند المغادرة وعند الوصول إلى مختلف مطارات المملكة، وذلك في الفترة الممتدة من يوم الأحد 5 يونيو إلى يوم الأحد 10 يوليوز 2016 بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأوضحت الخطوط الملكية المغربية في بلاغها أنه على إثر اعتماد المملكة المغربية توقيت غرينتش بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في الفترة الممتدة من يوم الأحد 5 يونيو 2016 أي ابتداء من الساعة 3 صباحا إلى يوم الأحد 10 يوليوز 2016 أي ابتداء من الساعة 2 صباحا، تخبر الخطوط الملكية المغربية زبناء أنه سيتم تقديم مواقيت الرحلات الجوية بساعة عند المغادرة وعند الوصول إلى مختلف مطارات المملكة خلال الفترة. وأضاف المصدر ذاته أن الشركة تدعو زبنائها المسافرين عبر رحلاتها المنطلقة من المطارات المغربية على الحضور في تسجيل وقت مبكر لمكاتب التسجيل بالمطار.
أما الآن فإلى جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير للنعمة الداودي. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية المساء، وكتبت: ذكرت مصادر دبلوماسية أن مخيمات تندوف تعيش منذ ليلة الاثنين الماضي حالة استنفار قصوى بعد أن تأكد خبر وفاة محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو، وهذا في الوقت الذي جرى فيه تطويق مخيم الرابوني بآليات عسكرية. وكشفت المساء أن القوات العسكرية الجزائرية عززت شبكة مخابراتها في كل أنحاء المخيم والمناطق المجاورة له لمراقبة كافة التحركات بالمنطقة خوفا من اندلاع الاحتجاجات. صحيفة الأحداث المغربية كتبت: تنفيذا لقرار مكتب الفيدرالية المغربية لنشر الصحف المجتمع في 28 مارس من سنة 2016 ودعما للقناعات الوحدوية للناشرين المغاربة وتعبيرا عن الخراط في التعبئة الإرادية الواعية من أجل الوحدة الترابية للمملكة وتأكيدا لما سبق عن عبر عنه المكتب التنفيذي من شجب لكل الانحرافات في مسلسل التسوية لقضية الصحراء المغربية. اجتمع المجلس الوطني الموسع للفيدرالية المغربية لنشر الصحف يومي 26 و27 ماي من سنة 2016 بمدينة العيون لتدارس القضايا المطروحة على الصحافة الوطنية بما فيها انشغالات الناشرين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة فيما يتعلق بتطوير أداء الإعلام الوطني في الدفاع عن الوحدة الترابية. ومن صحيفة بيان اليوم نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس، وكتبت: أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب، مبرزا أن دينامية العلاقات بين الطرفين تستند إلى كثافة المبادلات الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية التي يزكيها القرب الجغرافي وعمق الروابط التاريخية، بالإضافة إلى احتضان الاتحاد لجالية مغربية مهمة. وتطرق بن كيران في معرض جوابه بمجلس المستشارين على الأسئلة المتعلقة بمحور تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين إلى واقع المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن هذا الأخير يعد أول زبون للمغرب بنسبة 63.6% من إجمالي الصادرات وأول مزود بنسبة 52.7% من الواردات، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية مع هذه المجموعة حوالي 330 مليار درهم سنة 2015. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مبارك والحسن والمبارك عن سن تناهز 76 عاما. الفقيد ينتمي لقبيلة دوبلال، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي بلاغ لعائلة مختفي يسمى مولاي أحمد ملعين الذي اختفى عن الأنظار منذ مدة، تدعو العائلة إلى كل من شاهده أو يعرف مكانه إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة. أما الآن فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. سيظل الطقس مستقرا مع تشكل سحب منخفضة بالشمال الغربي للمنطقة، فيما ستكون الأجواء مشمسة بباقي أرجاء الأخرى. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله: 20 بسيديفني، 28 بقليميم، 24 بالطنطان، 34 بكل من آسة الزاك، 24 بالطرفاية، 29 بالعيون، 33 بالسمارة، كذلك ببكرة، و 26 ببكرة ببوجدور. سبعة وثلاثون متوقعة بقلت زمور، 38 بمضريقة، 24 بالداخلة، 41 متوقعة بأوسل، و 29 متوقعة بالقوير. حالة البحر وعلو الموج ما بين بوجدور والقويرة: سيكون البحر هائج وستراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان خلال الظهيرة وستراوح ما بين متريان إلى متر ثلاثة أمتار ونصف. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:02 وغروبها على الساعة 8:39.
حالة البحر، حالة الطقس غدا إن شاء الله ببعض المدن والعواصم، بالعاصمة الرباط 25 درجة، 39 مسجلة بنواذيبو، 38 متوقعة بنواكشوط، و 37 متوقعة بتندوف. ولمن فاتته مضامين هذه النشرة إليكم العناوين. النسخة الأولى من فعاليات المعرض الجهوي للفلاحة المنظم تحت شعار المعرض الجهوي للفلاحة فرصة لتبادل التجارب والخبرة. واختتام أشغال الدورة 19 للأيام الطبية التي تنظمها جمعية أطباء صيادلة غليميم والتي استمرت على مدى 3 أيام. وببوجدور تابعنا اجتماعا تواصلي لتدارس مختلف حاجيات الإقليم من المواد التموينية مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت SNRT. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. تلتقون ما عاد لنشرة الأخبار غدا على قناة المغربية في حدود 4:15. نهاية النشرة الإخبارية. السلام عليكم.